السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله يحفظك ويبارك فيك، كيف حالك شيخ صالح؟ الله بخير. الله يكرمك. شيخ أنا سؤالين لو تكرمت، الله يحفظك يا شيخ. نعم. شيخ أنا الله يبارك فيك، أنا أبشرك الله يحفظك ويكرمك أننا ولله الحمد ننشر كلام اللجنة والشيخ بن باز وغيره من أهل العلم أن المشرك المنتسب للإسلام أنه لا يسمى مسلم ولو لم تقم عليه الحجة كحديث عهد بإسلام، فإنه لا يسمى مسلم وقع في الشرك الأكبر، وأننا نحكم عليه بما ظهر منه من الشرك، فلا يصلى عليه إن مات ولا يترحم، وعذره بالجهل كونه حديث عهد بإسلام لم تقم عليه الحجة، هذا في الآخرة بارك الله فيك، أي يعامل معاملة أهل الفتاوى. لكن وجدنا يا شيخ بارك الله فيك أن المرجئة المعاصرون يدعون أن المسألة خلافية حفظكم الله، فهل هي خلافية؟ اترككم اترككم واترك المرجئة، لا تلتفت القول ومرض ولا تناقشه. نعم. لكن شيخنا يخدعون الشباب باسم المنهج السلفي وانهم سلفيون وانهم لا ما يخدعون الشباب، الشباب المتمكن ما يخدعونه، واللي هو متمكن هذا عرضه. يعني الله يحفظك يرفع قدرك، المسألة إجماعية الله يبارك فيك، ما يسمى مسلم أبدا لو كان حديث عهد بإسلام ومات على الشرك قبل أن يبدأ. ما في خلاف نبت. الله يرفع قدرك. آخر سؤال يا شيخنا الله يحفظك، هؤلاء الآن لهم يعني أسلوب خطير الله يبارك فيك، يستغلون تزكيات العلماء الكبار وأيضا يستغلون يعني زلات العلماء، يعني ربما زل اتركوهم اتركوهم لولا ذنبهم عليهم ما عليكم منهم. الله يرفع قدرك ويبارك فيك، جزاك خير يا شيخ صالح. حياك الله. السلام عليكم.